ہمارے حضرت قائد صاحب دام برکاتہم بہت تاکید فرماتے ہیں ہم سب طلبہ کو اذان اچھی طرح سیکھ کر اچھی صحیح کر کے سیکھ کر اپنے اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں پڑھنا چاہیے اس نیت سے سینا سیکھو تقلید کرو اور اپنے اپنے گاؤں میں اذان پڑھو انشاءاللہ الله لا اله الا الله على راحتك مقام كرد نعم كرد ما شاء الله ممتاز حاضر حاضر لكي نتعلم من فضيلتكم ونقلد ان شاء الله نعم نعم ما شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي على الفلاح